نوصفوا واحد شوي. كاين دابا الرومي وكروازي فهمتيني، الرومي دابا غالي فهمتيني، السيد كيجي بغى جوج طيور اللي يديها واحد على قبل الغلا، غالي بزاف 20 درهم ماشي استطاعت الدرويش بزاف. الرومي كنشريو ب 18 كنبيعو ب 20، واش كنشريو دابا؟ كروازي كنشريو ب 10 كنبيعو ب 12. الغلا كاين حتى حنا ما كرهناش فهمتيني، حتى حنا ما كرهناش، كنشريو الغلا كنبيعو الغلا. السبب ديال الغلا كيقولوا العلف، ولكن حنا ما شغنقول لك ما عرفت، والله ما عرفت، حنا نشريو في غالي. ودابا الكليان كيولي يتبرى بزاف، كيجي الغلا فهمتي، واغلبيه الناس كيولي ياخذوا الديطاي 10 دراهم 300 شي اللي ولاو كياخذوا بزاف، حيت الطير الله يحسن العوان، الطير دابا قاتل 60 درهم 50 درهم ماشي في استطاع الدرويش، هادشي اللي كاين. وحنا ولا صعيب علينا الدجاج نديوه للدار صح، والصراحه والله الله يحسن العوان. الغلا كلشي غلا، ما عمرنا شفنا شي عرس حنا بعدا، عمرنا شفنا كنتعاملوا مع الدراوش والله العظيم، عمرنا شفنا شي كونتيتي بزاف، كانوا الناس كيديو بزاف دابا شويه، ما بقاش داك الشيء اللي كنا كنبيعو ما بقاش، ولا دابا شويه فهمتيني، ما بقاش هذاك الكونتيتي اللي كنا كنبيعو ما بقاش كنبيعوها بزاف، يديروا شي حل الناس الدراوش يدير لهم شي حل، هادشي اللي كاين.